سفراء فوق العادة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من هنا، من دولة عربية شقيقة، لطالما استقبلت بعثة برنامجنا سفراء فوق العادة بمزيد من الترحاب هنا في هذا البلد الآمن المصون. مصر والكويت علاقات أزلية وروابط أبدية، فلدى مصر قناعة تامة بثقل الكويت. كويت السلام، كويت المحبة، كويت المستقبل. أحييكم سيداتي وسادتي، حيث نلتقي بشخصية عربية كويتية قانونية لها الحقيقة خبرات عديدة في مجال القانون وأيضا مجال حقوق الإنسان، ويشار إلى تاريخ سيادته دائما بالبنان والعرفان، لذا فهو الليلة ضيفا عزيزا كريما علينا، سفيرا فوق العادة لبلاده وللحقيبة القانونية العربية. معنا سيدتي وسادتي في لقاء الليلة وفي حلقة خاصة المفكر والخبير القانوني العربي الكويتي سعادة الأستاذ مبارك سعدون المطوع، سفيرا فوق العادة. أولا سعداء بأن نلتقي بشخصية يعني سمعنا عنها كثيرا قبل أن نلتقي بها، هذا شرف لنا. فيعني إذا بدأنا في حديثنا عن شخصية أبو عبد الله، ترى كانت البداية التخرج من جامعة الكويت، كلية الحقوق جامعة الكويت. صحيح، بفضل الله يعني دخلنا الكلية حبا في القانون وحبا في الحق، لأن كان اسمها أصلا كلية الحقوق والشريعة، فهذه الميول موجودة عند كل إنسان إذا كان يحب الحق. والحمد لله في يناير 77 السنة النهائية وتخرجت، ومن فبراير وأنا 77 إلى يومنا هذا أعمل في نطاق القانون والحقوق. كان له دور في هذا الاتجاه؟ الوالد رجل إداري ورجل أعمال في نفس الوقت، لكن الإدارة التي الوالد لا أنسى له كلمة في هذا المجال، قال: يا ابني أنت طالما بتحب الشريعة وشوفني يعني بحفظ من الآيات وبمشي على نسق الأجداد، فلي جد كان إمام مسجد أيضا، الجد الوالد سعدون، الجد اللي سميت على اسمه مبارك كان يعني من المعروفين في البلاد من أهل الدين والعلم، وله مكتبة وأمينها وكمان إمام مسجد، فهذا التأثيرات لابد فطرية هذه في الإنسان. إذا كانت العائلة أيضا تتجه إلى الناحية المحافظة يعني. طبيعي هذا يعني، ونحن من عائلة أيضا نطاقها أكبر بذلك، كثير منهم كان منهم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، كان جدي عبد العزيز وجدي عبد الله مطوع، شهروا اشتهروا في حينهم من الناس اللي يعرف في القسامة أو القسام الشرعي، التقسيم الشرعي، العلم هذا مهم جدا. طبيعي، وآخرين يعني لا نذكر الكل، لكن على كل حال هذا التوجه فطري أو لنقل توارث عائلي، فأشار علي بالشريعة، قال لي: ابني شوف الشريعة يمكن تكون قاضي كذا حتى على سنة. فأنا الآن كمحاماة بسموه القضاء الواقف، وهو قاضي بالفعل، بيفصل في الرأي في القضية قبل أن يترافع فيها. واستهوتني المهنة هذه من بعد التخرج، لأنه تعرف المحاماة كانت في بدء يعني نشاطها في البلد في 77، لأن هي بالستينات بدأت، وبدأ يأتوا الخريجين الحقوق، قبل ذلك لم يكن خريجين أصلا،
فلله الحمد يعني من 77 وكان لي ابن عم نقيب للمحامين، والتحقت بمكتبه وتمرنت كالعادة كأي محامي مبتدئ لابد أن يتمرن ثم ينطلق إلى الفضاء الرحب يعني في المحاماة. والحمد لله يعني شئت أن تقول من 77 ل 2017 هذا عمر. المقصد من هذا كله أنا كنت أريد أنني كنت أتمثل هذه المهنة من باب الحق أو البحث عن الحق والعدل. وبمناسبة أنا لي كتاب جمعت فيه مقالاتي اللي كنت أطبعها في الثمانينات في آخرها بعد طبعا تحرير الكويت بفضل الله أصدرته وأسميته البحث عن العدل باختصار، وكل المقالات كانت في هذا السياق. والله حتى أنتوا على ذكر السفراء وكلمة السفراء كان هناك من يطلق عليه اسم سفير الحق، هذا كان يقولونها عني، وجريت معي مقابلات سابقة حول هذا المعنى في إذاعة الكويت وفي برامج خارجية. حتى لما نذهب الآن تعرف العمل أصبح دولي ولا يقتصر على نطاق البلد يعني، فأصبح العالم كقرية صغيرة كما يقولون. ننتقل من بلد من أوروبا إلى مثلا تركيا إلى القاهرة مصر إلى، وكل اجتماع يجب أن نرعى فيه مسألة أو قضية من قضايا الحق، وبالتالي يعني إن كانت قضايا حقوق الإنسان من قضايا من أيام ما كان عندنا أسرى وبعد غزو الكويت، من كان عندنا مثلا قضايا حتى الإغاثة والقضايا الإنسانية. لا شك أنه السبعينيات تختلف عن الألفية الثانية الآن، ولكن يظل المحامي محتفظا بقواعده وتقاليده وآدابه. ما هو الفرق ما بين عندما بدأت في السبعينيات والآن؟ نعم صحيح تذكر الفارق. نعم. والفارق هذا الزمني بسبب طبعا ما حصل للعالم من تطور، خاصة في مسائل التواصل والاتصالات والإنترنت واستخدامه والكمبيوتر وما أشبه. يعني في زمننا أول ما تخرجنا كان نعتمد على الكتاب وعلى البحث العادي. أيوة. والقوانين المطبوعة وهكذا. الآن يعني العالم يتحرك بسرعة عجيبة. نعم. مع الاختراعات هذه والتكنولوجيا الحديثة، إنما المبدأ ثابت والحق واحد، تبحث عنه بالإنترنت أو بجوجل أو بكتاب هو واحد لا يتغير ولا يتبدل، هو الحق. نعم. وذلك نحن نقول ربما هذا يؤدي إلى سرعة التوصل إلى الحق، سرعة التوصل إلى المعلومة، إلى القاعدة القانونية التي ستطبقها أنت كمحامي ولا ستعرضها على القضاء فتقنع بها القاضي. بس هناك تعديلات في القوانين فن. ما في شك، وهذا هو الذي يقتضي عملية السرعة. حتى التعديلات كما تفضلت أصبحت سريعة، وعملية القوانين تصدر تباعا بشكل أنت يعني كمحامي أيضا تجد ما أقول صعوبة جهد في عملية الملاحقة والمتابعة، وهذا شيء ضروري. هناك في كثير من الدول إجراءات التقاضي التي تتأخر لا شك أنها تضايق القضاء الواقف المحامي، هل هناك كانت لكم توصيات في هذا الشأن؟ كنت دائما أردد، ومع حتى أعلى سلطات القضاء أحيانا، ومن كان زميلي الآن في سني أصبح في المجلس الأعلى للقضاء حتى. ما شاء طبعا الله. كل واحد وقدره، أنا بالمحاماة راضي بقدري بل ربما يعني وفقت لأن أبدع فيه حتى. إنما من توصل أو وصل إلى هذه المرتبة أقول له بصريح عبارة، العدالة البطيئة ظلم. نعم. قاعدة ظلم مبين، ظلم. ما أنت تعطيه حقه بعد سنوات لو كانت قيمة مالية لانخفضت مثلا. بالضبط. انخفضت، فما يستفيد من مطالبة مبلغ من المال بالدين وتعطيه بعد 3-4 سنوات وبعد جهد جهيد وتعب ومحامين وأتعاب وقب. إذن العدالة البطيئة ظلم، وعلى القاضي هنا أن ينجز ما استطاع، إنما تدخل اعتبارات القوانين. هل سبق لك أن وجهتم أحد القضاة بأن ينجز في عملية؟ أنا كتبت مذكرات حتى كذلك. نعم فعلا. وحتى في أحد توصيات قانون القضاء نفسه، قانون تنظيم المهنة أو القضاء،
ينص في أحد مواده على أن المجلس الأعلى القضاء أو القضاء سنويا عليه أن يقدم ما لديه من رأي إلى الجهة التشريعية، يعني يتلافى ما قد يراه خلال ممارسته كذا، حتى لو رحل السنة اللي بعدها، لكن لا يترك الساحة خالية. وهذا عمل بشري، يعني مهما قلنا عن فصل السلطات ومهما قلنا عن حصانة القضاء ومهما قلنا، لكن القضاء بشر، يعني لا تأتينا مائدة من السماء ولا ملائكة حتى تحكم، هم بشر منا وفينا، ونحن قد نؤهل في يوم الأيام للقضاء فنكون أيضا بشر ومخطئين. سعادة القانوني البارز والمحامي سيد مبارك سعدون المطوع، يعني عايز أقول أنه اهتمامك بمجال حقوق الإنسان كان نابعا من أن حقوق الإنسان لابد أن تتواجد في كل الدول وأن يكون هناك حقوق حقيقية للإنسان. نعم. ولكن يعني حضرتك بترى في ظل الصراعات التي يعني تحوم حول العالم الآن، ترى هل لكم رأي جديد في تفعيل منظومة حقوق الإنسان؟ العالم وللأسف يدار الآن بالقوة وليس بالحق، يعني يدار بحق القوة، الذي تقول القوة يكون حقا. نعم. ولو لم يكن حق، ولو كان العالم يدار بالحق ما حصلت كل هذه الفوضى. القوة تتبع الحق، تتبع الحق وتخدم الحق. هذا ما يجب أن يكون. الحق هو الذي أحق أن يتبع كما يقال. نعم. فإذا كيف بنا إذا انقلبت الصورة وأصبح للأسف أن الذي يسمى الحق في الحالة هذه وليس حقا تابع للقوة، وما تفرضه القوة يكون حقا. نعم نعم. الله الحق. الله ما شاء الله. هذه هي المشكلة التي يعاني منها العالم، والسبب أن هذه القوة أصبحت بيد من لا يعرف الحق ولا يريد الحق أصلا، يريد أن يتسلط، يريد أن يملي قوم وينشر الفوضى كما يرى، ويوزع القوة التي بيده إن كان تكنولوجيا إن كان سلاح إن كان معلومات وهكذا رصد عالمي، كل شيء أصبح الآن يدار بالتكنولوجيا الحديثة. لكن هذا طبعا كله مرتبط بفترة زمنية كما نعلم، فترة هذه الآلات، الآلات لن تدوم بالعالم. نعم. والذي يدوم هو الحق. نعم. القوة بهذا الشكل لن والدوام تدوم، والدوام لله سبحانه وتعالى. بالضبط. حرك يعني نحن في بلد سفير الإنسانية صاحب السمو حفظه الله، الله لم يطلق اسم سفير الإنسانية على هذا الرجل حكيم العرب إلا من خلال عطاءاته لجميع دول العالم وليس فقط للمسلمين، يعني بنرى في إفريقيا وفي أدغال إفريقيا وفي آسيا. إذن يعني إذا تحدثنا عن الإنسانية والسماحة لابد أن تأتي من القدوة، من صحيح. الحاكم صحيح. هو أصلا الكويت كبلد منذ فجر التاريخ، منذ تاريخها عرفت بذلك. أيوه. وصاحب السمو يعني أخذ ذلك كابر عن كابر وأخذه عن تاريخ ذلك، جاءته الآن الفرصة ليثبت هذا المقام وهذا على أرض الواقع، على أرض الواقع بحكم أنه أمير البلد ورئيس الدولة، والدولة أيضا بحكم أيضا انتمائها إلى المجتمع الدولي وكذلك إلى الأمم المتحدة. هذا اللقب جاء دوليا، يعني لم يأتي من فئة معينة محدودة، من أمم من متحدة، العالم أجمع. نعم. ولذلك هو يعني بمقامه ومكانته يسطر نظام البلد، تاريخ البلد، أسلوب حياتنا، واجهة البلد أيضا. بالضبط. طب هل ننتهز هذه الفرصة لكي يوجه فيه أبو عبد الله رسالة إلى صاحب السمو بالدعاء وبالأيضا ويعني ما تقوله؟ أنا سوجه له أكيد ومن قلب، ولكن قد فعلت هذا من قبل فعلا، فعلا في مواقعنا الإلكترونية وفي الصحف التي يعني نشرف بشرف عليها وعملها، اللي هي صحيفة الحركة المجتمع الكويتي حماد، أصدرنا استفتاء نقول فيه من يؤيد فليصوت معنا في مساندة والفزع سميناها لصاحب السمو. الله. ونزلت هذه في أول محاولات رأب الصدع في الخليج، بعدما يعني كان هناك تحضيرات لانعقاد مؤتمر القمة وقد انعقد بالضبط الحمد لله، وتمت
برغم كل العقبات والصعوبات وبرغم كل يعني ما واجه من وكان من رمضان الماضي. فلما جاءت وقت الفزع وقت المصالحة وشعرنا باقتراب أوجدنا هذا أو نشرنا هذا الاستفتاء من باب الفزع لصاحب السمو، ولذلك أنا أقول دائما نفزع له بالدعاء، نفزع له بالتأييد في هذا الكلام، وهذا تأييد لقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. الله. وقد أشار المفكر القانوني البارز سعادة الأستاذ مبارك سعدون المطوع في كتاباته في كافة وسائل الإعلام إلى ضرورة اتحاد العرب في كل شيء حتى تصير قوة رادعة لأعدائها، كما أشار أيضا إلى تلك الحملة التي تتحدث عن الوقوف جميع الكويتيين صفا واحدا خلف أمير البلاد صاحب السمو حفظه الله. شرفني أني أعطيك نموذج أو يعني من الإنتاج اللي كنا بنشوفه سنة 92. نعم. بعد عودة الكويت بفضل الله. نعم. وفيه البحث عن العدل، عن مقالاتي العدل التي نشرتها قبل 92. ما شاء الله. وبعضها سبحان الله لو تقرأ الآن حتجدها إلى الآن مطلوب. هذه المدونة التي تعنون بالبحث عن العدل طبعا بقلم المحامي سعادة السيد مبارك سعدون المطوع، والتي كتبها عام 1992. إذا أذنتم لنا الشرف أن أكون بإهدائكم، يعني في غيرها بالمناسبة كثير من 84 ونحن نكتب. نعم. الآن سيد أبو عبد الله يدون لنا إهداء على هذه الوثيقة التي تتضمن عددا من مقالاته وإبداعاته القانونية والأدبية حول الحق والعدل. نشكرك جدا على هذا الإهداء. هذا أغلى ما منحنا من هدايا الحقيقة. لنا الشرف والله. تفضل فضل. لنا الشرف وهذا. نعم. السؤال الآن هو بماذا تتطلع إلى مستقبل الكويت فيما يتعلق بجانب المحاماة؟ يعني ما تأمله؟ ما هي التوصيات؟ والله شوف، دائما احنا هذا الجيل اللي انا عشت فيه يتطلع الى طموحاته وهو صغير ان يجد مستقبل امته، مستقبل كما كنا يعني نراه واعدا. نعم. في وحده واحده، في انسجام، في تفاهم، في تحقيق انتصار الى انتصار، في تحقيق العزه والكرامه اللي يتمناها المواطن العربي اللي يعني كان قبلنا ومن جاء من بعدنا. نعم. بفضل الله هؤلاء كلهم بتطلعون. وقد ضرب الخليج مثل جيد على مدى 38 سنة تقريبا، ونحن نلملم في صفوف الخليجيين، وننتقل أيضا هناك محاولات أخرى في التعاون. هناك التعاون الإسلامي، وكان هناك التعاون العربي زي ما احنا بنسميه التعاون الخليجي. فالتعاون هذا هي خطوة نحو ما نسميه الاتحاد ثم الوحدة. أنا أتساءل حتى هذه اللحظة لماذا لم نوفق؟ برغم شوف كل النوايا الطيبة والمساعي وكل ما نسمعه أحيانا على وسائل الإعلام أو حتى في الورق، إذا كانت النوايا حقيقية فعلا وجادة فلا نيأس. هنا هذه النقطة الأساسية. طيب لو حضرتك حتوجه كلمة إلى رئيس جمعية المحامين في دولة الكويت، أقول له أعانك الله على المسؤولية وهذه أمانة أنت الآن تقلدتها وجاءت إليك من إلى، وهكذا تنتقل من رجل. وفي نعم. قاعدة في الكويت معروفة مكتوبة حتى تقول الحكم، ولو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. حقيقة. فلينتبه أنه يعني لا يدوم شيء، بل هي أمانة، يعني هي ليست تشريف بل تكليف. نعم. الأمانات هكذا تدار بأنها تكليف وعب و أداء لرسالة ومهمة. ف
فأدعو له بالتوفيق، كما أدعو أيضا لإخوانه من جميع أطياف المحامين، وحتى لو كانت هناك توجهات أو قوام أخرى، أن يصطفوا صفا واحدا أمام هذا التشكيل الجديد، واللي بيخدم القانون هذا القطاع. القانون ينظم كل شيء ويحكم كل شيء، ونحن رجال قانون، فنحن أولى وأحرى باتباعه. رائع. قبل أن نلتقي بالفقرة الأخيرة في تكريم ضيف لقاء الليلة، ونحن ضيوف هنا في بيته العامر، يعني حرك أمنية للكويت. الكويت طبعا أنا هذه دمي ولحمي وجذوري وتاريخي وحياتي ومماتي، كل شيء. وأنا الكويت هذه أعتبرها هي القطعة، يعني كما هي واسطة العقد في عقد الأمة العربية، أعتبرها هي التي تلم أحيانا أطراف عالمنا العربي والإسلامي، وهذا نموذج المجتمع الكويتي لما تجده بأطيافه ومن يعيش فيه من كافة الجنسيات، تشعر بهذا الشعور. فأتمنى لها حقيقة أن تنتظم حياتها بصورة أفضل إن شاء الله، وأن تظهر وجهها الحسن دائما أمام الناس بما عرفنا عنه من محبة وتآلف وتسامح، وأن نرسي قواعد العدالة بناء على القوانين الحديثة التي كما تكلمنا عنها. لا ننسى قواعدنا الأصيلة، أيوة، قواعدنا المستمدة من ديننا وشرعنا وتراثنا وتاريخنا وماضينا. لنا بصمات، نحن سواء في الكويت أو حتى في مصر، في المغرب، في كل أرجاء الوطن العربي، لكل بلد بصمة، لكن بالأخير يجمعهم هذا الدين وهذا العرف وهذا التاريخ وهذا الدم وهذا التراث المشترك. لنعد لمنم صفوفنا، وليكن بمبادرة كويتية، ودائما الكويت تبادر في مؤتمرات قادمة، وكان في مؤتمرات سابقة، وستبادر حسب ثقتي إن شاء الله في الكويت وأهلها وقيادتها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لا شك أن المسجد الأقصى مكانته كبيرة في قلوب المسلمين، وليس فقط المسلمين أستاذي، عند العرب جميعا، وعند كل من يهتم بهذه القضية الإنسانية. وأنا باسمي وصفتي الناطق الرسمي باسم شباب أو رابطة شباب لأجل القدس، وهذه رابطة عالمية حق الإخوان المشاهدين، ممكن تحصلها في تويتر وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي موجودة، رابطة شباب لأجل القدس عالمية، ومقرها الرئيسي في الكويت هنا، وأنا الناطق الرسمي بهذا. فلا شك أن القضية كبيرة، وقضية ما نقدر نتكلم عنها يعني دقيقة أو دقيقتين، بس يعني أنا حاب أوجه من خلال هذه المنبر ومن خلال هذه رسالة بعد الله، ما ودي أقول الكلمة بس مضطر أستاذي، سامحوني يا مشاهد، التخاذل العربي، التخاذل والصمود الرهيب عند القادة والحكام. أنا ماني عارف أنا هذا سبب إيش، هذا موضوع تاني، بس أنا أتكلم الحين عنا إحنا الشباب. يا شباب يلي أعمارنا إحنا يعني بالعشرينات بالتعش، حتى الآن مراهقين، فينا طاقة فينا قوة، ولا يمكن واحد فينا مسلم كان أو غير مسلم، عربي أو غير مسلم، يشوف الاغتصاب والكيان الصهيوني قاعد في مقدسات مسلمة وليست له بالأساس ويسكت عن هذا الشيء. طب أنتوا كشباب وحرك ناطق رسمي، يعني هل بتتجمعوا من أجل مثلا أن يكون هناك صوت معلن أو حركة معلنة؟ شيء طبيعي يكون عندنا تجمع وتحرك محلي ودولي أيضا، وأنا دعيت إلى رابطة شباب الأزيل القدس في إطار قانون. طبعا أكيد في إطار قانون، وكل شيء مرخص. يعني في البارح، كان في تصريح لترامب، والكل عارف وسامع التصريح، يعني حتى أنا ما بيقول التصريح لأني ما بيعترف باللي قاله ترامب هذا، لأنه بإذن الله راجع فيه وباعترافه. كيف يرجع باعترافه؟ من تحرك الشعب، تحرك الشباب. هذا التحرك كيف يكون؟ إصدار بيانات عن طريق الرابط هذه، مثل رابطة القدس اللي احنا فيها، يعني التعاون مع السفارات. سفارة فلسطين أمس نظمت اعتصام، وفعلا عندنا ساحة الإرادة بالكويت قعدنا فيها البارح اعتصمنا، وكلهم كانوا للقضية الفلسطينية. والآن الآن بعد 10 دقائق يبدأ المهرجان الخطابي لفلسطين. كل هذا في بلد الديمقراطية وبلد الفكر والثقافة اللي هو الكويت، في حرية للرأي، في متسع للرأي. هذه القضية أظن تهم الكل، أظنها عالمية. فيا أخواني في الله، صحصحوا شعوب ما تنام. سيداتي وسادتي، والآن بيبدأ تكريم سعادة السيد مبارك أبو عبد الله سفيرا فوق العادة، يعني كما نرى يعني
الوشاح هو الذي تزين بحضوركم يعني. يعني أولا هناك حيثيات لكي يكون الوالد سفيرا فوق العادة يعني، ولكن نحب نسمع من الابن. طبعا أنا لي الشرف الكبير أن أقف جنب والدي، هو قدوتي ومعلمي في مجال القانون ومدرستي في مجال الحقوق، فهنيئا لك يا أيوب المنصب. هل كان للوالد دور في أن اتجاه مجال المحاماة؟ له دور بارز وجدا كبير في مجال نعم. يعني هو اللي خلانا اتجه لهذا المجال وهو قدوتي في هذا المجال. هنيئا لك بمكتبته العامرة بالكتب. رب لك الحمد. تمام. سيد مصعب، يعني ترى إلى أي محطة وصلت في مجال الإدارة؟ والله لله الحمد، توفقنا من الله وصلنا مراحل، يعني كانت مراحل البداية صعبة بس الحمد لله توفقنا بإدارة الوالد القائد هني بتعليماته وتوجيهاته. الأمور متناسقة مع بعض، الإدارة القانونية، الإدارة المالية، الشؤون الإدارية كلها لله الحمد ماشية على ما يرام. لله الحمد مكاتبنا سمعتها يعني بالدوليا ومحليا، الوالد يعني رائد في العمل الإنساني والعمل الخيري، وهذا اللي خلانا إن شاء الله يعني نتبع خطواته ونمشي معه. ما شاء الله عليك، أنت مفوق أيضا يعني. والله بعض من ما عندك وما عند الوالد تربيته نعم. أيضا كمان إن شاء الله. يعني اسمحوا لنا مشاهدي أعزاء أيضا أن نقدم شهادة سفير فوق العادة لسعادة مبارك سعدون المطوع. هذه الشهادة التي تمنح من مهرجان دبي للإعلام بالصفة أن البرنامج فاز بأفضل برنامج عام 2015. اسمحوا لنا، ستظل دولة الكويت غنية بأبنائها يعني كما تقول الشهادة، الشرفاء والمكثرين في كل المجالات ما شاء الله. فماذا تقول؟ أقول نحمد الله أن بعد هذا العمر وهذا العطاء وجدنا من يقدر ويأتينا ويزورنا، ونسعد بوجودكم ونشرف بزيارتكم، ونتمنى إن شاء الله نتجدد اللقاءات. أنا يعني أول مرة ألتقي بهذه المجموعة الطيبة، وكذلك أول مرة نلتقي فيكم، لكن إن شاء الله نتجدد اللقاء. نراها في مكتبكم العام ما في شك يعني. نعم. إحنا المكتب فيه شهادات كثيرة الحمد لله، وهي تضاف إليها إضافة جديدة الحمد لله. سيد أحمد يقلد سيد مصعب، هذه يعني الأخوة ليست بس فقط في الدار وإنما في القلب أيضا. يعني عايز أقول إنه الوالد تحدث أن القوة معناها العدل والحق، وأنت أيضا كشاب لابد أن تنقل هذه الرسالة إلى أشقائك وإلى أصدقائك. صحيح، يعني إذا حاب أن نوجه كلمة للشباب، أنت مثل ما أنت شايف يعني لو تحسبها العالم كله، إحنا أكثر من 50% من العالم بفئة الشباب محسوبة عليهم، وفئة هذه تتميز بالقوة مثل ما قلت قبل شوي. فعلى كلام الوالد اللي بسوي، القوة لابد أن تتبع بالحق. نعم. ولابد أن يعني القوة تجيب الحق حتى لو يعني بهذه الطريقة. وسيلة. نعم، هي تكون وسيلة من الوسائل، طبعا نقدر نقول آخر وسيلة، بس فعلا هي وسيلة الآن البقالة الأقوى مثل ما يقولون. فإن شاء الله الشباب يعني يتحفزون بالوسائل السلمية أولا، وإن شاء الله للأمام إن شاء الله بالشباب بقوة من أكثر لأكثر. سيداتي وسادتي، بهذا التكريم لسعادة السيد مبارك سعدون المطوع المحامي البارز هنا في دولة الكويت الشقيقة، وعد بأن نصل من خلالكم إلى كل من يستحق أن يرتدي هذا الوشاح سفيرا فوق العادة لبلده ووطنه وأمته. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله. سفراء فوق العادة.